فخامة الرئيس، حضرات السادة الحضور، أهلا بحضراتكم. وجودي قدام سيادتك يا ريس شرف كبير ليا، وجودي هنا وسط أبطال قادرون باختلاف أنا بعتبره تكريم بالنسبة لي. في الحقيقة أنا لما بيجي لي دور في أي عمل درامي بحاول على قد ما أقدر أجتهد وأذاكر الشخصية اللي هلعبها، أعرف كل تفاصيلها. ولما جات لي الفرصة إن ألعب دور راجل فاقد لحاسة البصر في مسلسل الصياد كنت محظوظ جدا، لأني وأنا بذاكر الشخصية قابلت ناس كتير من اللي محطوطين في الاختبار الصعب ده، وبصراحة كلهم ساعدوني واتكلموا معايا في أدق التفاصيل، وكان ليهم فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى في إني أقدر ألعب الدور بالشكل اللي حضراتكم شفتوه في المسلسل. وسألت نفسي ساعتها سؤال، يا ترى الناس اللي ساعدتني واللي ليها دور في نجاح المسلسل هم نفسهم قدروا يتابعوا المسلسل؟ طب يا ترى في كم شخص ما وصلوش أي عمل فني ولا الرسالة منه؟ علشان كده أنا سعيد وفخور جدا بمشروع الوصف الصوتي الأوديو ديسكريبشن، المشروع اللي هيخلي الأعمال الدرامية في الفترة اللي جاية فيها وصف صوتي لكل مشهد وكأنك شايفه بالظبط. وخير مثال على المشروع ده إن إحنا عملنا فعلا وصف صوتي لحلقة ملحمة البرث من مسلسل الاختيار، لأن دي واحدة من القصص اللي لازم توصل لكل مصري. الوصف الصوتي للأعمال الدرامية مسلسل الاختيار، الحلقة 28، ملحمة البرث، 7/7/2017، مربع البرث، شمال سيناء. بتفتح الحلقة في وقت قبل الفجر على موقع البرث، وهو عبارة عن بيت من دورين ومفيش أي إضاءة. العسكري خالد ماسك مدفعه بيبص على امتداد البصر قدامه، ولسه الصورة مش واضحة تماما لأن الشمس لسه مطلعتش. أحمد منسي قاعد على سريره بيقرأ قرآن. عربية تكفيريين بتقف في الصحراء. مجموعة من الإرهابيين بيراقبوا مقر كمين البرث وبيصوروه عن بعد، وبعدها بياخدوا أماكنهم وبيتمركزوا ورا سوات الرملية في الصحراء. اتنين من الضباط بيلبسوا ملابسهم الميري. أنا شديها لك عشان ننزل نمر على الخدمة على طول اهو. والضابط علي ماسك موبايله وبيبعت رسالة لحبيبته. يا عم بتعمل ايه؟ ده وقت حب في التليفونات اخلص. حاضر. الإرهابيين بيسحفوا للهجوم على الكمين وبياخدوا مواقعهم وبيثبتوا مدافع الهون. العسكري خالد بيشوف على البعد عربية نص نقل بتتحرك في اتجاه الكمين. المقدم منسي بيسمعه. العربية بتقرب أكتر من المكان. منسي بهدوء بيسحب بندقيته الآلية وبيشد الأجزاء. هو أنا قلت إن القصة دي لازم توصل لكل مصري، إنما في الحقيقة قصص الأبطال اللي زي دي مش بس لازم توصل لكل مصري، دي لازم توصل للعالم كله. متشكر جدا يا ريس، متشكر جدا للسادة الحضور.